تجربة أداء اختبار في مقرر 111 عام قسم الطالبات بعد انتقال المنظومة التعليمية لتكون عن بعد بشكل كامل، ومع صعوبة اعتماد تقييم الاختبارات بشكل منصف للطالبات بحيث يضمن اعتماد الطالبة على نفسها في الحل والتقييم. تم دراسة موضوع إجراء الاختبار الإلكتروني للطالبات بحيث يأخذ في الاعتبار عدد من النقاط المهمة. أولاً، عشوائية ظهور الأسئلة بين الطالبات لتفادي الغش. ثانياً، إتاحة خيار العودة للسؤال السابق لمراجعته. وأخيراً، حصول الطالبة على وقت عادل وكاف للتفكير في كل سؤال. وقد قمنا بتقديم الحل لهذه النقاط بعمل ما يسمى Questions Pool، بحيث يتيح هذا الخيار ظهور الأسئلة بترتيب مختلف بين الطالبات. كان عدد البولز التي تم إنشائها 3 بعدد أسئلة الاختبار، حيث أتاح هذا الخيار ترتيب الأسئلة بشكل عشوائي لأسئلة الصح والخطأ على حدة وللأسئلة الاختياري على حدة دون تداخل الفقرات بين السؤالين، مما يتيح للطالبة التركيز على نوع السؤال وتوجيه التفكير بالإجابة. بعد ذلك تم تنسيق ظهور الأسئلة بشكل زمني بحيث يحدد كل سؤال بالوقت الكافي له. كان ذلك لمراعاة إعطاء الطالبة خيار العودة ومراجعة الفقرات السابقة، وتم التنبيه أن يكون ذلك ضمن الوقت السؤال المعطى. ففي الوقت الزمني لأسئلة الصح والخطأ تتمتع الطالبة بكامل الحرية لمراجعة الفقرات ضمن الزمن المعطى، وتم دراسة الوقت بدقة بحيث يكون منصف للطالبة من جهة وللتقييم العادل من جهة أخرى. كما يجدر الإشارة إلى إرفاق ملف هاندأوتس مع كل سؤال يتيح للطالبة رؤية ما له علاقة بالفقرات الخاصة بهذا السؤال، مما يزيد مقدرتها على التركيز وربط تسلسل الأفكار أثناء الحل. وأخيراً، تم تفعيل خيار ظهور سؤال واحد في الفقرة، مما يحد من إمكانية تبادل فقرات الأسئلة بين الطالبات خلال وقت الامتحان. وكان هذا بتعاون أعضاء التدريس المقرر وتبادل الاقتراحات والحلول للوصول إلى حل منصف للجميع.